حياكم الله مشاهدينا الكرام، وصولا إلى ترندكم وجولتنا المعتادة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، نبدأها بإكس مرورا بسناب شات وأخيرا بمنصة إنستغرام. دعونا نبدأ بمنصة إكس ونشاهد معكم هالمقطع اللي وجد رواجا واسعا خلال 24 ساعة الماضية. تعرفون اليوم ما شاء تبارك الله مع يعني بداية من الأول من ديسمبر يوم الأحد بدأت رحلات المترو قطار الرياض تتنقل في هذه العاصمة الحبيبة، متنقلة بين المحطات وتنقل الناس اللي يعيشون فعلا فخر واعتزاز بهذا المشروع العظيم. ولكن في هالمقطع يعني شاب سعودي يرشد سائحا باللغة الصينية في مترو الرياض، دعونا نشاهد. صراحة عندما نشاهد أبناء الوطن حقيقتهم يحتفون بالسياح واللي جايين فعلا لهالأرض المباركة استقبالا وترحيبا، وأيضا عندما تكون لديهم القدرة يعني بعد توفيق الله عز وجل في إتقان هذه اللغات الأخرى غير اللغة العربية، فيكونون وسيلة فعلا لإرشاد هؤلاء السياح أو حتى المقيمين أو حتى من يفد إلى المملكة. وبالتالي هي فعلا ثمرت إدخال اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، فيتعلمها الأبناء والطلاب في مراحل المبكرة، وبالتالي يكون هناك فعلا إتقان كبير غير اللغة العربية، أو مع اللغة العربية يكون عندنا إتقان للغة الصينية، اللغة الإنجليزية، وأعتقد أيضا لغات أخرى أيضا ستضاف للمناهج التعليمية. فمثلا عندما يأتي مثل هذا المشروع المبارك ويأتيك سائح الآن صيني لا يعلم أين يذهب، فلما يكون واحد متقن لهذه اللغة الصينية متعلما هذه اللغة يستطيع إرشاده ويعني توعيته بهذا الموضوع. فبالتالي هذا الموضوع رائع جدا، وهالمقطع وجد رواجا واسعا ويستحق حقيقة أن يجد رواجا واسعا. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى جولة جديدة من منصة سناب شات.